على طريقة كيفية إيجاد الأشخاص الذين لديهم رقم الهاتف على تطبيقكم ميسنجر. نقوم بالضغط هنا على تطبيق ميسنجر، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الخصوصية والسلامة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الرسائل إرسال رسائل، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الأشخاص الذين لديهم رقم الهاتف. وهكذا نكون قد قمنا بإيجاد الأشخاص الذين لديهم رقم هاتفك، وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات